رجاء لما تعملوا قولوا بس افتكروني يعني. النهارده هنعمل دلوقتي سمك، ولكن سمك مقلي بتتبيله حلوه قوي وعليه صوص كده احمر هيعجبكم جدا. اول حاجه المقادير بتاعتي عندي كيلو من السمك الفيليه، كيلو من السمك الفيليه، عندي معلقتين من المستردة، معلقتين عصير ليمون، كوبايه من الدقيق المبهر، وهقول لكم يعني ايه دقيق مبهر، وعندي كمان نص كوبايه لبن وعدد بيضتين وكوبايتين من البقسماط وزيت للتحمير. نقول تاني اول حاجه عندي كيلو من السمك الفيليه، معلقتين مستردة، معلقتين عصير ليمون، وكوبايه من الدقيق المبهر. الدقيق المبهر ده هقول لكم هنعمله ازاي. كمان عندي نص كوبايه لبن، عدد 2 بيضه، وكوبايتين من البقسماط وزيت للتحمير. الصوص الاحمر اللي هيتحط عليه عباره عن ايه؟ 5 ثمرات طماطم كبار مبشورين، فصين ثوم، معلقتين زيت، ومعلقتين صلصه طماطم، معلقه زعتر، ورشه كمون، ونص كوبايه من الجبنه الشيدر. هنقدمه مع رز او بطاطس او مع الاثنين. الصوص بتاعنا 5 طماطميات كبار مبشورين، فصين ثوم، معلقتين زيت، معلقتين صلصه طماطم، ومعلقه زعتر ورشه كمون، ونص كوبايه جبنه مبشوره، وهنقدمه زي ما قلت مع رز ابيض او مع البطاطس المقليه اللي هي البومفريت. تعالوا مع بعض نشوف يعني ايه دقيق مبهر الاول، وبعد كده نكمل مع بعض. انا عندي كوبايه الدقيق اهي، كوبايه الدقيق اهي، هحط عليها نص معلقه توم باودر، نص معلقه بصل باودر، نص معلقه بابريكا، ونص معلقه كركم. نص معلقه توم باودر، ونص معلقه بصل باودر، ونص معلقه بابريكا، ونص معلقه كركم، وملح وفلفل على الدقيق. بقى كده اسمه دقيق مبهر، انا سميته دقيق مبهر، يعني اي حد كده لما يحط الحاجات دي على الدقيق يبقى الدقيق المبهر بتاع الشيف يسري. لما تسمعوا كلمه دقيق مبهر يبقى هو ده الدقيق اللي احنا بنستعمله. طب يا شيف يسري، ما هو ايه الفايده من الموضوع ده؟ الفايده من الموضوع ده ان الغلافه او الطبقه اللي انا هاكل بيها السمك تبقى فيها نكهه ثانيه غير النكهه الاضافيه اللي هي ايه تاني بقى؟ معلقتين المستردة اهو على السمك، معاهم معلقتين عصير الليمون، ونحط رشه ملح صغيره ورشه فلفل صغيره. اهو السمك لوحده، حطينا عليه المستردة، حطينا عليه الليمون، ولوحده زي ما قلنا شايفين مستردة، عصير ليمون، ملح وفلفل، مقلب السمك كده مع بعضه يتشرب معايا شايفين. ونسيبه في التتبيله دي قد ايه؟ ثواني. ليه؟ لان السمك زي السفنج، السمك بيبقى عامل زي السفنج، وبعدين ممكن يتشرب بالملح ده تلاقوه بقى مالح جدا. الثواني دي هنقوم عاملين ايه؟ جايبين البيضتين هنا اهم، وبعدين نحط عليهم نص كوباية اللبن ونقلب بمضرب. فين؟ بسم الله اهو. ما نحطش بقى اي نكهات عليه، على اللبن والبيض ده ما نحطش اي نكهات، لان انا عندي الدقيق مبهر هنا اهو، وعندي كمان حطيت ملح وفلفل ومستردة وليمون على السمك. ونقوم جايين كده واخدين كل الحاجات دي هنا جنب بعضها عشان هنعمل السمك بانيه. ايه ده؟ بعد اللي انت بتعمله ده كله هيبقى بانيه؟ اه، بس انا حبيت اقول لكم فكره جديده بنكهه جديده. ايه النكهه الجديده؟ نكهه المستردة مع عصير الليمون في السمك، ونكهه الدقيق المبهر. ناخد كده السمك نحطه اهو في الدقيق. اول حاجه نضغط. طب هو انا ممكن احمر الدقيق على طول في السمك، قصدي السمك في الدقيق على طول من غير ما احطه في البقسماط؟ مفيش مشكله خالص، مفيش ادنى مشكله خالص ان احنا نمسك الدقيق السمك نحطه في البقسماط ونحمره على طول. هنا اهو نضغط عليه نشربه بالدقيق المبهر ده، طعمه حلو قوي. تاني بكرر، يعني ممكن احمر السمك في الدقيق على طول؟ اه طبعا. طيب اعمل ايه بقى عشان يطلع مقرمش زي الراجل اللي بيبقوه لي بره؟ اقول لكم تعملوا ايه. بعد ما حطينا في الدقيق وضغطناه كده، نجيب بولة فيها مية ونقوم مغطسينه في المية وحاطينه في الزيت السخن تاني. طب ما انا هجرب لكم، هعمل لكم واحدة، ايه المشكلة؟ ولا اتنين نعملهم؟ يلا، ولا يعني انتوا حبايبي، انا ما اقدرش استغنى عنكم، عشان كده هعمل لكم قطعة ولا اتنين بالطريقة التانية.
ما نحطهمش في البقسومات خالص. نعم هتشوف دلوقتي، هتشوف دلوقتي، يا ريت توفر سؤالك يعني. لا يعني اصبر دقيقة، ما سجتش على دقيقة، استعجل انت على طول صح؟ طيب احنا كده زي ما انتوا شايفين اهو الدقيق المبهر بتاعنا حطينا فيه اهو، حطينا فيه اهو السمك. احنا قلنا هطلع اتنين اهم، واحدة شوفوا بقى، نروح على القلاية على الزيت، نحط في المية كده نغطس ونرفع على طول اهو. لا غطست خلاص، هجيب لك واحدة تانية وفي الزيت السخن، هجيب واحدة كمان اهو واغطس هنا. ده لو عايزينه مقرمش زي اللي بتشتروه من بره عند السمكين، لكن انا الاكله بتاعتي انا بعملها يعني بانيه، سمك بانيه. هغطس بقى كده تكمله الحكايه، تكمله الحكايه، هغطس في البيض واللبن واروح احط في البقسماط ونضغط عليه يتشرب بالبقسماط. هتشوفوا شكلين من السمك دلوقتي قدامكم حالا كده، السمك اهو، لان انا طبعا لسه هحط عليه اضافات تانية. هناخد كمان القطعتين دول نغطس فيهم في البيض واللبن. حد هيسالني بيض ولبن يا شيف يسري؟ بيض ولبن يا شيف يسري، علشان خاطر البيض واللبن بيدي طراوه وبيدي خلي البقسماط بتاعي او البانيه بتاعي ما يفكش، بيساعد على انه ما يفكش، وكمان ما يخليش الزيت يرغي، البيض لوحده يخلي الزيت يعمل رغاوي كده ويتحرق سريعا. اهو اخر قطعه نروح نحطها فين؟ في البقسماط، ونغطس وبعدين نشيل الحاجات دي كلها يا احمد من فضلك، ونروح نحمر السمك. اخباره ايه؟ قلبته؟ ما بياخدش وقت في التسويه السمك، وهوريكم الفرق في الشكل بس، وفي الطعم برضه هيبقى مختلف شويه. بالراحه، بصوا شكله عامل ازاي، ده اللي هو اللي في الدقيق بس، وهيطلع عامل غلافه مقرمشه هتشوفوها دلوقتي حالا. اغسل ايديا وارجع لكم اهو. جميل، حلو قوي. نروح بقى شوفوا، بص 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 شوفوا القرمشه اهي، الطبقه مقرمشه، الغلافه دي اهي عشان ايدي ما تجيش في الزيت، شايفينها اهي بتخبط اهي، اهي سامعينها اهي، اهي بتكلم جد والله، ناشفه جدا ومقرمشه جدا الطبقه، الغلافه اللي احنا عملناها اهي. ده اللي هو السمك اللي بيتباع عند السمكين عادي جدا، عشان كده بتلاقوه دايما مقرمش، بس ما تاخدوهوش تحطوه في طبق وتغطوه هتلاقوه طري، لازم يتقدم في ساعتها لما تيجوا تاكلوه نعمله زي ما اهو. شفتوا بقى الطبق عامله ازاي؟ ده بالنسبه للي هو زي ما قلنا في الدقيق فقط، في الدقيق فقط. نرفع كده على ورق مناديل، نرفع الثانيه ونحط بعد كده الايه؟ ألف البقسماط، نرفع اهي التانية، بسم الله يلا بينا. ده حاجة تانية، ده طبقة أو ده غلافة وده غلافة، ده فكرة وده فكرة، حلو قوي. وصلنا لغاية ما حطينا السمك بيتحمر، هغير مكانه هنا واروح نعمل مع بعض الصوص. أنا جبت كزرونة أو حلة، هنحط شوية زيت صغيرين عادي أو زيت زيتون، وبعد كده نحط عليها النكهات بتاعتنا اللي احنا هنشوفها دلوقتي. اول حاجة عندي ايه بقى؟ فصين توم مفرومين اهم، هنحط فصين التوم. شوفوا او مش قبل ما يلون، قبل ما يلون احط عليه الزعتر. شفتوا بقى شايفين الشكل عامل ازاي؟ وهم نازل عليه بقى الطماطم المبشورة لغاية هنا بقى. برافو عليك يا محمد، لغاية هنا كده بقت طماطم كونكاسيه، لغايه هنا بقت طماطم كونكاسيه. انا لسه هضيف عليها بقى حاجتين تانيين، هضيف عليها صلصه طماطم، واضيف عليها شويه الكمون اللي احنا قلنا عليهم، ونديها رشه ملح ورشه فلفل، ونغطيها ونسيبها تغلي غلوتين. شفتوا بقى شكلها عامل ازاي؟ تاني هذكركم، اما حطينا التوم والزعتر وزيت الزيتون والطماطم فقط المبشوره وغطيناها تبقى طماطم كونكاسيه، لكن اما ضفت لها كمون وضفت لها صلصة الطماطم هتبقى الصوص اللي أنا بعمله بتاع السمك. هغطي كده وبعدين أبص على السمك نقلبه. فين يا حمادة؟
هوريكم شكل الطاجن وهغرف منه شويه، ومع ذلك عذرا بقى للي دايما ينتقدونا، بس هو شكله لازم يتغرف منه. ارفع بس اقلب دي تقليبه. بسم الله. بصوا بقى شكل اللي فيه بقسماط مختلف ازاي، وحجمها كمان مختلف اهو، يعني بتبقى شكلها كده مختلف. تعالوا من هنا بقى، بصوا بقى هنا شكل الطاجن. يلا بينا يلا بينا نغرف عشان تشوفوا بس شكل الصوص اللي احنا اتكلمنا عليه عامل ازاي شكله اهو. بسم الله. يلا بينا نرفع كده معايا يا مي. بصوا بقى نحط هنا شوية، ناخد كمان شوية كده. يا شيف يسر انت بوظت الشكل. لا انا يهمني تشوفوا المضمون، تشوفوا اللي جوه الأكلة. ما يهمنيش الشكل قد انا ممكن احافظ على شكل الطاجن بتاعي منظره كده زي ما انتوا شايفين روعة، لكن انا دلوقتي يهمني الشكل ده. انا كل اللي هعمله دلوقتي هطلع السمك ونجيب الصينية بتاعتنا اللي هندخلها الفرن. بصوا شفتوا الفرق بين الاتنين، هوريها لكم دلوقتي حالا حالا اهو. انا حطه على المناديل علشان ينزل بس الزيت اللي فيه، وبعدين اخر واحده ونشيل الزيت خلاص. شفتوا بقى بسم الله ادي شكل بالاتنين. طب اللي تحت ده ورقه سيليكون ملناش دعوه بيها، دي عشان خاطر تحافظ على الحاجه ما تلزقش وانا ما ادخلها الفرن. اهو جميل. بصوا بقى اللي جاي ده، خلاص ده اللي هو متحمر في الدقيق المبهر، وده اللي متحمر في البقسماط. الشكلين زي ما انتم شايفين، انا عندي الجبنه المبشوره وعندي صوص الطماطم اهو، بس مش هعمل حاجه خالص. انا حلو ادخله جوه الفرن غير اما نرجع. كل اللي عملته حطيت الصوص، انا عايزه يتقل شويه كده، اوعوا ترفعوا الغطا والصوص على النار لانه بيعمل كده اسمها ايه؟ فقفيق. يا اخي انت بتقول حاجات ماشي، بس انا هفوتها لك يا علي. عارفين الملقن؟ هو قاعد زي الملقن. الله يكرمك. بصوا بقى السمك بعد ما استوى معايا واتحمر ممكن يتاكل كده؟ ممكن يتاكل كده، لكن انت هتعمل ايه يا شيف يسري؟ هعمل لكم الاضافه بتاعه الصوص ده كده. ناخد شويه من الصوص نرفع بسم الله، نحط فوق كل سمكايه شويه اهو، حط كمان علشان خاطر الصوص ده لما يتحط عليه الجبنه ويخش ياخد الوش الجراتان بتاعنا ونقدمه مع الرز يبقى حاجه كده ايه زي ما بنقول حكايه. طيب والباقي الصوص يا شيف يسري، باقي الصوص هناخده. شايفين انا غرفت طبقين، اخد شويه هنا نحط تحت السمك، وناخد شويه كمان اهو هنا كده اهو، نحط تحت السمك كده شويه هنا وشويه هنا. جميل. طيب وبعد كده يا شيف يسري هنعمل ايه؟ هناخد الجبنه فوق كل شويه، كل واحده شويه من الجبنه المبشوره، وندخل الفرن لمده ثواني تحت الشوايه. هو طبعا مش محتاج تسويه، السمك مستوي وكمان عندي كل الحاجات مستويه، الصوص تمام كله تمام. بعد ما نخلص هناخد كل ده نقدمه مع الرز بتاعنا والبطاطس المقليه. يلا